بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو التصحيح ديال التمرين 26 صفحة 26 من كتاب المدرسة متعلق بالمعادلة المستقيمة. من التمرين عند المعطيات عندنا أ الإحداثية ديالها هي 2 3، ب الإحداثية ديالها هي 1 - 1، و س الإحداثية ديالها هي -1 - 2. ولن نحدد المعادلة المستقيمة متواصل القطعة ب. السؤال الثاني، نحدد المستقيم ديال متواصل القطعة ب س. الجواب بالنسبة لنا نحدد السؤال الأول، لأن نحدد معادلة المستقيم متواصل القطعة ب. من أول حاجة نعرفو واسط القطعة. واسط قطعة هو مستقيم يمر من منتصف القطعة وعمودي على حاملها، يعني إلا خدينا الشكل غيكون بحال هكذا. عندنا القطعة ار بي، ثم غيكون عندنا المنتصف مثلا ديالها هو اي. إذا هنا غيكون عندنا مستقيم، عفوا، إذا هنا غيكون عندنا مستقيم دي اللي هو واسط قطعة ار بي. ومن بين الخطوات يعني المعطيات اللي يمكن نستنتجو من هنا، واحد خاصنا نحسبو المنتصف ديال القطعة ار بي، لأن غادي نحتاجو نهدو المعادلة ديال المستقيم دي، وغادي نحتاجو الميل ديال المستقيم او بي، وغادي نحتاجو الخاصية ديال ان مستقيم المتعامدين كيكون عندهم جداء ميلهما يساوي ناقص واحد. نحدد ميل المستقيم او بي. اذا غادي نبداو بالاول، هنا لنحدد احداثيتي في منتصف قطعة او بي. تعرفوا الإحداثية ديال منتصف القطعة ب، إذا أ الإحداثية ديالها هي 2 3، ب الإحداثية ديالها هي 1 - 1. إذا الإحداثية ديال إي أفصول ديال النقطة أو ولا ديال عفوا تساوي أفصول ديال النقطة أ زائد أفصول ديال النقطة ب مقسومة على 2 تساوي أفصول ديال النقطة أ هو 2 زائد أفصول ديال النقطة ب هو 1 على 2. 1 زائد 2 هي 3 على 2. الأصول ولا الأرتب ديال النقطة إي هو الأرتب ديال النقطة أ زائد الأرتب ديال النقطة بي مقسوم على 2. الأرتب ديال النقطة أ فهو كيساوي 3 زائد الأرتب ديال النقطة بي اللي هو -1 مقسوم على 2 يساوي 3 زائد -1 هي 2. مجموع العددين لهما إشارة مختلفة يعني بالمناسبة هو العدد 2 3، إذن هي 1. إذا إي الإحداثية ديالها هي 3 على 2 1. انت الخطوة الأولى مزيانة. دابا الخطوة الثانية، لنحدد ميل المستقيم أبي. إذا المستقيم أبي كيمر من نقطة أ و بي، دي الميل ديالهم. عندنا أ الإحداثية ديالها هو 2 3، و بي الإحداثية ديالها هي 1 - 1. إذا ميل المستقيم أبي اسمه مثلا إي هو الأرتب ديال النقطة بي ناقص الأرتب ديال النقطة أ على الأفصول ديال النقطة بي ناقص الأفصول ديال النقطة أ. يعني هنا اللي سبقنا أ، هنا غنجي نسبقو أ بحال بحال. إذا الأفصول ديال النقطة بي ناقص الأفصول ديال النقطة أ على الأفصول ديال النقطة بي ناقص الأفصول ديال النقطة أ، ولا العكس، الأرتب ديال النقطة أ ناقص الأرتب ديال النقطة بي على الأرتب ديال النقطة بي ناقص الأرتب ديال النقطة أ. كنجيو كنعوضو، الأرتب ديال النقطة بي هو -1، نكتبوها ناقص الأرتب ديال النقطة أ اللي هو 3 على الأفصول ديال النقطة بي اللي هو 1 هو ناقص الأفصول ديال النقطة أ اللي هو 2 تساوي -1، نحول الفرق إلى مجموع، زائد -3 على 1 زائد -2، نحول الفرق إلى مجموع، احتفظوا بالحد الأول كنت في مقابل الحد الثاني. إذا إلا خدينا -1 زائد -3 هي -4، على 1 زائد -2 هي -1، إذا مجموع العددين هما نفس الإشارة هو -4، مجموع العددين هما إشارتان مختلفتان، يعني بعد المسافة كنحتفظوا بالإشارة ديالي هي -1، تساوي -4، يعني -4 اللي هي 4، -4 عنده نفس الإشارة، إذا 4. إذا مزيان، إذا هنا حددنا الميل، إذا لدينا ميل المستقيم AB هو M تساوي 4، هنايا لنحدد ميل المستقيم D، هنايا نعلم أن D واسط القطعة AB. إذا عندنا دي واسط القطعة AB، أي باستنتاج أن دي عمود على المستقيم AB. إذا جداء ميل مستقيم دي المستقيم AB يساوي -1، هي ليكون مثلا M بريم ميل المستقيم دي، و 4 ميل المستقيم AB. إذا حسبنا بين الميل ديال المستقيم AB، إذا M بريم فوا 4 يساوي -1.
إذا إلى إم بريم، غادي نقسمو على 4، يعني هذا نقسمو على الطرف الآخر، يعني ضرب 4 مقسوم على 4 تساوي ناقص 1 مقسوم على 4، تهزو 4 هنا تلقى هنا إم بريم كتساوي ناقص 1 على 4. في هذه الحالة إذا معادلة مستقيم دي تصبح إيكغريك يساوي ناقص 1 على 4 إكس زائد مثلا بي بريم. لنحدد بي بريم، لنحدد بي بريم لدينا إي منتصف قطعة أبي تنتمي إلى مستقيم تي اللي هو واصل القطعة أبي لأنه كيمر من المنتصف، وإلقينا الإحداثية تاعها شحال لقينا فيهم؟ 3 على 2 1، إذن 3 على 2 1 على ما أظن، إذن 1. إذن غادي نجي هنا، يعني أن يعني فاش كنقولو بأن كيمر منها يعني كتنتمي، يعني إلا خدينا إيكغيك إي تساوي ناقص 1 على 3 إكس إي زائد بي بريم. غادي نعوضو إيكغيك إي فهي 1، عفوا ناقص 1 على 4 تساوي ناقص 1 على 4 ضارب إكس إي، إكس إي اللي هو 3 على 2 زائد بي بريم. إذا 1 تساوي ناقص 1 هي ناقص 3 على 8 زائد بي بريم، هذا نحولو للطرف الآخر نغيرو الإشارة، إذا 1 زائد 3 على 8 تساوي بي بريم. نوحدو المقام، إذا 1 على 1، إذا 1 ضارب 8، 1 ضارب 8 زائد 3 على 8 تساوي بي بريم. غادي تسينا 8، عفوا 8 على 8 زائد 3 على 8 تساوي بي بريم. إذا هنا نوحد المقام 8، 8 زائد 3 هي 11 تساوي بي بريم. إذا المعادلة المختصرة مثلا المستقيم دي واسط القطعة أبي هي إيكغريك يساوي ناقص 1 على 4 إكس زائد 11 على 8. دابا غادي نشوفو بنفس الطريقة، غادي نشوفو بنفس الطريقة، غادي نشوفو المعادلة التانية، نحدو المعادلة ديال بي. إذا ثانيا نحدد معادلة لمعادلة مستقيم دلتا واسط القطعة بي سي. إذا لدينا بي الإحداثية ديالها هي ناقص لا واحد ناقص واحد، و سي الإحداثية ديالها ناقص واحد اثنان. لنحدد مثلا جي منتصف قطعة بي سي، لأن مستقيم دلتا يمر من منتصف القطعة بي سي وعمود مستقيم بي سي، نحدد جي وصول نقطة جي كيساوي وصول نقطة بي زائد وصول نقطة سي مقسوم على اثنان. نعوضو، الأفصول ديال النقطة بي هو واحد زائد الأفصول ديال النقطة سي اللي هو ناقص واحد مقسوم على اثنان، مجموع ديال المقابلين كيساوي صفر على اثنان يساوي صفر. أرطب النقطة جي يساوي الأرطب ديال النقطة بي زائد الأرطب ديال النقطة سي مقسوم على اثنان، يساوي الأرطب ديال النقطة بي فهو ناقص واحد زائد الأرطب ديال النقطة جي سي اللي هو اثنان على اثنان ناقص واحد زائد اثنان، مجموع ديال هما شرطان مختلفتان هذا واحد على اثنان. السؤال الثاني، لنحدد ميل المستقيم بي سي. إذا إم تساوي مثلا سموها إم إيكغريك سي ناقص إيكغريك بي على إكس سي ناقص إيكغريك ناقص إكس بي. إذا غادي نجي نعوضو، الأفصول الأرطب ديال النقطة سي اللي هو اثنان ناقص الأرطب ديال النقطة بي اللي هو واحد على الأفصول ديال النقطة سي اللي هو اثنان ناقص الأفصول ديال النقطة بي اللي هو ناقص واحد تساوي اثنان ناقص واحد هي واحد، وحنا نحولو الفرق إلى مجموع، إذا اثنان زائد المقابل ديال العدد اثنان هو واحد، إذا تساوي واحد على اثنان زائد واحد هي ثلاثة. لنحدد ميل مستقيم دلتا، إذا دلتا فهو عمودي على مستقيم بي سي، هي نحدد ميل مستقيم دلتا مثلا سموه أ، مثلا سموه أ، إذا بي سي عمودي على دلتا، إذا جداء ميلهما كيساوي ناقص واحد، يعني أ إلا ضربناها في الميل ديال المستقيم دلتا اللي هو إم كتساوي ناقص واحد،
أ ضارب إم اللي هو واحد على ثلاثة يساوي ناقص واحد. هنا غادي نضربو في ثلاثة باش نخلصو ثلاثة، إذا هنا غنضربو في ثلاثة، إذا ثلاثة ضارب أ ضارب واحد على ثلاثة ناقص واحد ضارب ثلاثة. إذا غنمشي عندنا غنبقى عندنا أ ضارب أ واحد هي أ ناقص ثلاثة. إذا المعادلة المختصرة المستقيم دلتا تصبح y تساوي ناقص 3 x زائد مثلا b. ثم لنحدد الأرتوب عند الأصل b لدينا الشيء منتصف قطعة BC تنتمي إلى المستقيم دلتا، لأن دلتا وسط القطعة ب، يعني منتصف القطعة ب اللي هي الجي اللي سميناها. الجي الإحداثية ديالها لقيناهم هما كيساويو صفر، يعني الإحداثية ديالها صفر واحد على اثنان، إذا حسبناهم الإحداثية ديالها ديال الجي هي صفر واحد على اثنان. إذا نتيجة حسبناهم الإحداثية ديال الجي، إذا هنا غادي نعوضوها، يعني إلا خدينا إيكغيك جي يساوي ناقص ثلاثة إكس جي زائد بي. إيكغيك جي فهي كتساوي واحد على اثنان، هي تساوي ناقص ثلاثة ضارب إكس جي اللي هي صفر زائد بي. إذا واحد على اثنان تساوي ناقص ثلاثة هي صفر، صفر زائد بي. إذا واحد على اثنان تساوي صفر زائد بي هي بي. إذا بي ومنه واحد على اثنان بي، ومنه المعادلة المختصرة المستقيم دلتا هي، ومن المعادلة المختصرة المستقيم دلتا هي إيكغيك تساوي ناقص ثلاثة إكس زائد واحد على اثنان. وبعدين نكون سألنا التصحيح ديال التمرين 26. نكتب من راسي. السلام عليكم ورحمة الله.